تحياتي واهلا بكم في فيديو ما قبل ماتش المنتخب الوطني المغربي قدام بلجيكا. هذه المباراه اللي مهمه ومهمه بزاف لينا كمنتخب مغربي. هذه المباراه اللي كنوصفها انا بالمباراه النهائيه. علاش؟ لانها مباراه مصيريه، مباراه اللي غادي تحدد مصير المنتخب في كاس العالم. مباراه اللي كيف قلت وكيف كنقول وكيف كنعاود، لا بديل فيها غير الفوز. الفوز كيعني تقريبا تاهل المنتخب الوطني المغربي للدور الثاني. التعادل كيطيح بزاف من الحظوظ ديالنا، والخساره ربما كتعصف بكل الامال ديالنا، امال اللي كبيره وكبيره بزاف في المرور للدور الثاني في كاس العالم. وقبل ما نهضر على التشكيل المرتقب او الاقرب اللي يبدا به وليد الكراكي هذا الماتش، خاصني نهضر على واحد جوج نقاط اللي مهمه ومهمه بزاف. النقطه الاولى وهي بغيت نرجع معكم لما قبل كاس العالم، وبالضبط للفتره اللي كان مازال فيها وحيد حيلوزيتش هو المدرب ديال المنتخب الوطني المغربي. هنا كنا كاملين باغيين فقط تمثيل مشرف في كأس العالم، لكن دابا الأمل كبرات وكل شيء باغي المرور إلى الدور الثاني. فلهذا شكون اللي عطانا هذا الأمل؟ شكون اللي خلانا نرفعوا سقف الأمل ديالنا في المنتخب؟ هو اسم واحد، هو وليد الكراكي. ولهذا فخص يكون كل الدعم لوليد الكراكي. خصنا كاملين نكونوا مورا وليد الكراكي ومورا القرارات ديالو ومورا الخيارات ديالو كيف ما كانت، وهذا الشيء اللي هو طالب به في الندوة الصحفية. النقطة الثانية اللي بغيت نهضر عليها، خاص الناس يعرفوا على اننا ما غاديش نواجهوا بلجيكا اللي كانت قدام كندا. علاش؟ لان كندا كما قال عاوتاني وليد الكراكي ماشي هي المغرب. كندا اللي عندها مجموعه ديال الرياضيين ومجموعه ديال العدائين، حنا عندنا لاعبين اللي القيمه الفنيه ديالهم اعلى، اللي مهاريا افضل. ولهذا فاحنا بلا ما نلعبوا بحال كندا قدام بلجيكا، ربما قادرين نستغلوا الامكانيات ديالنا باش نسجلوا ونخرجوا بنتيجه ايجابيه. وايضا خاصنا نتوقعوا ربما اننا ما نشوفوش منتخب كيف قلت ديال بلجيكا بحال اللي شفناه قدام كندا، ربما نشوفوا بلجيكا الحقيقيه كتبان قدامنا، نشوفوا الشياطين الحقيقيين، نشوفوا منتخب بلجيكي اللي واقف مزيان، منتخب بلجيكي اللي قوي. وهاد السيناريوهات كامله خاص المدرب وليد الكراكي يكون جاهز باش يتعامل معها. فما نزيدش نطول عليكم اكثر، كيف العاده تابعونا في القناه، ضغطوا على جيم، ويلا نبداو. اهلا بكم من جديد. المغرب بلجيكا، مباراه مصيريه، مباراه نهائيه، مباراه تاهيليه، سميها كيف ما بغيتي. لكن شكون اللاعبين اللي قادرين يحملوا المسؤوليه في هذا الماتش؟ شنو الخيارات ديال وليد الكراكي في هذا الماتش؟ شنو غادي يختار؟ لا في الدفاع، لا في الوسط، لا في الهجوم. اللاعبين اللي قادرين يخرجوا لنا هذا الماتش بنتيجه ايجابيه. الخبر اللي كان مزيان هذا النهار واللي جاء من المؤتمر الصحفي وتاكد في الحصه التدريبيه الاخيره ديال المنتخب، هو مشاركه ثنائي مزراوي وحكيمي بجوج بهم شاركوا في التدريبات الجماعيه ديال المنتخب، وهادشي كيعني على الاغلب الحضور ديالهم بجوج كاساسيين في التشكيل. ونمشيو ونبداو التشكيل. التشكيل اللي بزاف ديال الناس باغينو يتغير، بزاف ديال الناس باغين الكراكي يغير من طريقته، لكن كيف كنقول انا دائما، انا الكراكي هو ثابت على طريقته وانا معاه في طريقته، وكنظن على انه غادي يستمر طريقته. فقط خاصه واحد شويه ديال الشجاعه وخاصه حكمه في طريقه تسيير المباراه. فاكيد ما غاديش يغير وغادي يستمر ب 4-3-3. غادي يستمر في حراسه المرمى بياسين بونو. ياسين بونو اللي في الماتش ديال كرواتيا انقذنا من الخساره. في الدفاع الرباعي الدفاعي اللي ولا معروف واللي ولا كيخدم مزيان واللي شفناه بكل صراحه واقف مزيان، عطى اكثر من داكشي اللي توقعناه منه قدام المنتخب ديال كرواتيا. هذا الرباعي اللي فيه اشرف حكيمي، علي من فيه نصير مزراوي اللي كيف قلت ترينا مع المجموعه وغادي يكون حاضر ان شاء الله كاساسي. نصير مزراوي في اليسار وفي اللاكس ديال الدفاع عندنا الثنائي اقرد وسايس، جوج اللاعبين من احسن اللاعبين اللي كانوا في الماتش ديال بلجيكا. نمشيو لخط الوسط. خط الوسط اللي بكل صراحه كان من اضعف الخطوط في الماتش ديال كرواتيا. علاش؟ لانه بعض اللاعبين كمستوى فردي كانوا سيئين، بعض اللاعبين خذلوا وليد الكراكي وخذلونا كجمهور. لكن مع ذلك وبالطريقه اللي كيهضر بها وليد الكراكي، كنظن على انه غادي يستمر بنفس الاسماء. غادي يستمر بسفيان امرابط كلاعب ارتكاز، سفيان امرابط اللي خرج ماتش واعر بزاف قدام كرواتيا، ونتمناه فقط يعاود نفس الماتش قدام بلجيكا، ما يزيد ما ينقص. قدامه غادي يكون الثنائي ديال سليم املاح وعز الدين اوناحي. وهنا غادي نوقف عند عز الدين اوناحي. بزاف ديال الناس كينتقدوه، انا شخصيا قلت على انه ما كانش بالمستوى ديالو في الماتش ديال كرواتيا، لكن عز الدين اوناحي كما كنقول
كنقول دائما هو لاعب بامكانيات كبيره. هو فقط كان عنده يوم سيء قدام كرواتيا، وان شاء الله قدام بلجيكا يكون في نهاره ويعطينا المستوى الحقيقي ديال عز الدين اوناحي، وغادي نشوفوا العجب من هذا اللاعب. بحاله بحال سليم املاح، اللي المشكل الوحيد ديالو اللي ربما كان في الماتش ديال كرواتيا هو انه كيخلي الكره بزاف في رجليه، وبحال هذه المباريات بغات السرعه في الارتداد، بغات السرعه في التقدم للهجوم، بغات لاعبين اللي ما يخليوش الكره في رجليهم بل يلعبوها، لان الكره كيف كنعرفوا كره جماعيه، وكما كيقول المدرب كابيلو كيقول على ان الكره كتوصل قبل اللاعب، يعني الا كنتي قادر توصل الكره للهجوم بثلاثه التمريرات احسن ما انك توصلها بثلاثه ديال المراوغات، لان المراوغات غادي تدي لك وقت اعلى. فلهذا نتمنوا من سليم املاح فقط يلعب لاعب سريع وهجومي للامام قدامهم الثلاثي الهجومي. هنا عاوتاني بزاف ديال الناس كتطالب بدخول اسماء جديده، بزاف ديال الناس كتطالب بالتغييرات، لكن انا مره اخرى مع وليد الركراكي، ووليد الركراكي غادي يستمر بنفس الاسماء، غادي يستمر بحكيم زياش، غادي يستمر بسفيان بوفال كجناح ايسر، وغادي يستمر بيوسف النصيري كراس حربه. سفيان بوفال اللي حتى هو ما كانش في نهارو قدام كرواتيا، ونتمنوا الماتش ديال بلجيكا يكون هو الماتش او النهار ديال سفيان بوفال. حكيم زياش حضر في الشوط الاول او لا حضر في اول 60 دقيقه وما كملش معنا الماتش كامل بنفس التركيز وبنفس القيمه. نتمنوا هذه المره يعطينا 90 دقيقه من حكيم زياش اللي كيستعد باش ينتقل لميلان. حكيم زياش اللي كنقول عليه في هذا كاس العالم ما كيلعبش فقط للمنتخب بل كيلعب حتى لنفسه، غادي يقدر يبيع راسو وينتقل الى بان بمستوى مزيان. وقدامهم غادي يكون يوسف النصيري، وعند يوسف النصيري غادي نوقف، لاعب اللي كيدير داكشي اللي مطلوب منه، لاعب اللي كيدير الاوامر ديال المدرب. لكن اللي نطلب من المدرب واللي نطلب من وليد الركراكي في هذا الماتش هو ان التغييرات. هو هضر وقال في المؤتمر الصحفي على انه لاعب اللي عطينا 15 دقيقه كيف ما كانت هذه 15 دقيقه خاصنا ندعموه فيها. انا غادي نقول له على اننا في هذا الماتش خاصنا نعطيو لبعض اللاعبين ماشي 15 دقيقه بل خاصنا نعطيوهم 30 دقيقه. يوسف النصيري مثلا الى ما كانش في نهارو، الى ما حضرش اول ساعه من المباراه، نتمنى يكون التغيير في الدقيقه 60 65 ماكسيموم تكون التغييرات، ونشوفوا لاعبين جداد ودماء جديده كتدخل للمنتخب. علاش؟ لانه بالفعل عندنا في دكه البدلاء عندنا لاعبين قادرين يعطيو للمنتخب، عندنا الصابر اللي شفناه دخل وحرك، عندنا لاعب بحال عبد الرزاق حمد الله اللي كنطالبوا تعطاه دقائق اكثر، عندنا الزروري، عندنا الزلزولي، عندنا لاعبين بزاف اللي قادرين يزيدوا الاضافه للمنتخب الوطني المغربي. وبعيد على التشكيل والتشكيله خاصني نهضر على واحد النقطه اللي ربما تكون سبب في اننا نربحوا هذه المباراه. هذه النقطه هي تغييب مفاتيح اللعب وسد مفاتيح اللعب ديال المنتخب البلجيكي. مفاتيح اللعب اللي كيف كنعرفوها كتلخص اولا في دي براين في خط الوسط، وثانيا في كاراسكو في لاعب المرتدات. يعني ملي تكون عندنا كره ماشي ملي نكونوا فاقدين كره، هذه النقطه هضرت عليها وغادي نعاودها، ملي نكونوا حنا اللي شادين الكره تكون رقابه على هذا الثنائي دي براين وكاراسكو، لانه كما شفت بزاف ديال الماتشات ديال بلجيكا مباشره ملي كيشدوا الكره جميع اللاعبين يا كيقلبوا على دي براين باش يبدا الهجمه، يا كيقلبوا على كاراسكو باش يلعبوا الهجمه المرتده. وهنا خصنا حنا نكونوا سادين هاد مفاتيح اللعب، نكونوا موقفين لهم هاد جوج اللعابه، وكنظن على اننا قادرين نوقفوا المنتخب البلجيكي وقادرين نخرجوا مباراه افضل من المباراه اللي خرجها للمنتخب التونسي هذا النهار والمنتخب السعودي اللي ما كانش محظوظ. حتى لهنا غادي نكون ساليت معكم هذا الفيديو اللي هضرت فيه على التشكيل الانسب والاقرب للمنتخب قدام بلجيكا. ما تنساوش تشاركوني التعليقات ديالكم، شنو التشكيل اللي كتشوفوه، شنو التغييرات اللي كتشوفوها تقدر تعاوننا، وضروري انكم تابوناو في القناه، تضغطوا على جيم. وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو.